السلام عليكم طلاب. اليوم يعني لأنه أنا قلت لكم راح أشرح لكم شلون تكتبون، فهسا المفروض إحنا شو نبدأ؟ نبدأ بمن؟ بالميثودولوجي. طبعا إحنا كإنترودكشن المفروض هميا يعني حددناها، بحيث إنه قلت لكم أكو شيء اسمه ريسيرش كويشن، شنو الهدف من البحث؟ هذا نكتب دائما. احنا اول شيء من نريد نقدم للاستاذ نقدم له الفكره، نكتبها ونقدمها. بس هاي مو انترودكشن كامله، بعدين نرجع لها نغير عليها لانه هي مقدمه للبحث. جوز احنا ما كملنا، مثلا نقول البحث قلنا بيه سيميليشن وبيه عملي، ونرجعنا رجعنا ما قدرنا نكمل العملي بس سوينا سيميليشن. فانا ليش اكتب من البداية انه انا مقدمتي، انا راح اسوي سيميليشن وراح اسوي عمل زين وبعدين اغير؟ فدائما اخليها للاخير. بس شنو اكو اسمه ريسيرش كويشن؟ مثلا هاو تو، مثلا قول هسه انا مثلا ما بحث طلابي المشروع يقول انه انت كيف كان، مثلا انت فورس ستوبنج، يعني اكو تراكينج واكو فورس ستوبنج، يعني هذني خطوتين هذني لازم how to achieve how to finish how to نقول to calculate how to analyze how to transfer. هذني كلهن دائما شنو هذا يسمونه research question. يعني اكو مثلا اكو جماعه عندهم qualitative data يسمونها، اللي هي شنو انه تروح انت تسأل شلون هسه يمكن اكو موضوع كان انه يسأل عن الجيل الخامس ال LTE ال 5G، هذا اني شنو استخداماتها، وين راح تأثيراتها على البشر، هذا وين راح يروح؟ راح يروح الشركات النقالة نقول، وهناك راح يسألهم بالضبط شنو نقول التفاصيل، ياخذ منهم الداتا حتى انه يقدر يكمل. المهم فهاي وين تلقاها بالانترودكشن اللي هي الجول الايم. عفونا من الانترودكشن، اذكر قبل انا هسه اشتغلت عملي، انتم هسه بالعطله اغلبكم اشتغل عملي او سيميليشن، طلع نتائج. وين يبدا بالميثودولوجي، باعتبار انه الميثودولوجي هي شنو الميثود، انا شلون الطريقه سويتها. هسه شلون نكتب الميثود انه بعدين الريزولت، هسه نجيها على طبعا سكشنين هذني، فشابترين عندكم شابتر 3 وشابتر 4 حسب انه الاستاذ يطلب. اكو استاذ طلب مثلا من عندهم انه يدمج الانترودكشن ويا الليتشر ريفيو، بس هي هاي دائما الميثود الثالث، يعني راح تصير هوسه حتى انه عليكم. فدائما عزتوها بحث، حتى لو عندكم شابترين مثلا واحد نظري واحد عملي، سويها ميثودولوجي اثنين، مو هاي الميثودولوجي النظري وهذا للعملي، نقول هاي للاكسبرمنت وميثود اوف اكسبرمنت، انه الثاني ميثود اوف سيميليشن، حتى شنو يصير عندي شابترين افضل من شابتر واحد. لكن الميثودولوجي دائما في المقطع مقاطع صغيره. هسه احنا ايش قلنا احنا تايتل بيج، ونبغى ابستراك، ونبغى الانترودكشن، والنوبل ريليتد ورك او الليتشر ريفيو نسميه، النوبل ميثود والنوبل ريزولتس. طبعا النوبات احنا ندمج الريزولتس والديسكشنز يطلع الكونكلوجن. نقول هاي ثلاثة أربعة، هذا الخامس كونكلوجن، اكو يسمونه سادس ريفرنسز ابندكسز. الابندكس ان شاء الله سمين اشرح لكم بعدين. هسه احنا نجي على اليمن على الميثود. الميثود بالضبط احنا اذا تردون هسه هاي مال الكيكة لفة، المهم فهاي ابستراكت، هاي المقدمة انه راح انت بس تشوفها، هي هاي تعتبر ابستراكت، تعطي فكرة عامة انه احنا سوينا هاي نتيجة، هاي الخلاصة مالتنا، هاي كل الخلاصة. الانترودكشن احنا هنا بالضبط احنا راح نقدم فد اكل، هاي انترودكشن هي مقدمة. نجي عليها من الميثود بيها تفاصيل هواي، يعني مو ريزلت النتيجة طلعت لي شنو،
المحتويات هاي، النتيجة أكثر شيء هاي اللي بالنص مو، والمناقشة إنه شنو اللي استفادينا من عتها من تخلص، لكن الميثود بيها تفاصيل هواية. فالتسبت من راح ياكلها مثلا، الديزاين من صممها، الماتيريال شنو المحتوى، شنو الانجريدينت مالته، بروسيجر شلون طبخناها وسويناها، هاي الميثود. واضح؟ يعني اني الاشخاص اللي اشتغلوا او اللي طوروا رايهم، الاشخاص اللي صمموا، التصميم شنو نوع، شنو شكله، الماتيريال المحتويات شنو محتوياته، البروسيجر الطريقة، الانجريدينت مالتها، الطريقة شلون سويناها، خبطنا مثلا نقول هذا مع هذا يطلع طيب مو طيب مو. فاحنا هاي يمكن هسه اغلبكم اللي ما متغدي ما متعشي هسه يجوع. المهم هاي الطريقة يعني تصير اوضح لكم، هو البروجكت اعتبروه هاي الاكلة مثلا. انا عندي ابستراكت خلاصة، طلع لي هاي الخلاصة يعني. زين، والانترودكشن هي مقدمات، المقدمات شنو حاطين، يمكن بسكتين مثلا، بسكت فوق بسكت، هاي مقدمة، هي هاي الهدف من عندها، انه انت جوعان وتريد تشبع، او مثلا هي حلويات او هي اي شيء، هاي شنو مقدمة مالتها، تعطي فكرة عن من على اللي راح هسه تاكله. يعني انت مجرد نظرة واحدة تعرف هذا شنو، هسه هو تحلية، هو مقبلات، هو وجبة رئيسية مو. زين، الطريقة الميثود اللي هي الميثودولوجي شنو، احنا كم واحد مثلا هسه اكو عندكم، قلت لكم طلاب، اكو عن تأثير الثريجي على الأطفال مثلا، تأثير الواي فاي على الأطفال مثلا، راح تجيب بارتيسيبنت تجي أو التاب، تأثير التاب على الأطفال، راح تجيب بارتيسيبنت من البارتيسيبنت تروح مثلا للروضة رياض الأطفال الكندر جاردن أو مثلا التشايلد كيرز، هذا ان انت واحد تقول لهم يا بنتم انطوني رايكم بتاثيرها على كذا، او اطباء تروح. زين، التصميم شلون صممها يعني المشروع، والماتيريال شو استخدمت انت، والبروسيجر المواد وطريقه الاستخدام. يعني انت سويت بحث ميداني، كواليتاتيف داتا، كوانتيتيف داتا، يعني حسب ما استخدمت، ماتلاب استخدمت، عملي استخدمت، هبط امبليفاير، هاي كلش مهم. زين، هسه احنا بالميثودولوجي سكشن، بعد ماكو اكل بس هذا التفاصيل. زين، هسه بالميثودولوجي سكشن احنا بالضبط شنو نريد، هو important part، اهم او اكثر اهمية، لكن شو يعتمد؟ يعتمد انت how the research was done، شلون البحث كمل، يعني بيا طريقة، لازم clear description، لازم انت تعطيه بشكل واضح، تزود فكرة عامة علما لليقة. زين، what was done to answer this، شلون كمل هذا، شنو اللي كملت انه حتى جاوب الريسيرش كويشن. انا قلت لكم الريسيرش كويشن هو اهم فقره بالبحث، يعني انت اول ما تكتب تحط الريسيرش كويشن ببالك. واضح؟ زين، انه هاو ذا ريزولتس وير انالايزد، يعني شلون النتائج على تعالجت، شلون حللتها. يعني هسه مثلا نقول انا كملت عملي، نقول مثلا هذا مثلا انا عندي مثل فاير ديركتور، فاير ديركتور هو عبارة عن مشروع. زين، انا شريت فاير ديركتور هواية، اريد اعطي اهمية، ايش قلت له؟ قلت له انه اني اعلم لي مثلا مباشرة الفاير فايتر اللي هو يقول الدفاع المدني. زين، اذا كل الناس راح تدزلهم الخريطة بدون ما انا صاحب البيت ما ادري، طبعا انا هم الان بس بين ما ادري، بين ما افوق من الصدمه، بين ما اعالج النوبه راح اخابر، فراح اصير استغل الوقت. فاذا شنو الريسيرش كويشن؟ زين، خلصت الريسيرش كويشن، لازم اجرب عملي، جربته على مكان واحد ما سوينا شيء، اذا جربته على 10 مكانات وحرائق حقيقيه مثلا،
وكذا، راح يكون البحث افضل. يعني انا شلون كملته، شلون النتائج حللته، بس نتيجة واحد ارسل الواحد خلاص؟ لا، ممكن اسويها اكثر من مكان بمناطق هواية وبعيدة، ونقول اقرب دفاع مدني مكان بعيد عن الدفاع المدني، بس ساعة وصل، ايش قد وصل؟ يعني هاي احنا التجارب، لكن انه احنا مثلا وقت ما عندنا فنسوي البحث بشكل بسيط، يعني لان احنا نريد نعلمكم، مو نريد نخترع فشي، يعني لازم تتعلمون. المهم الطريقة هاي. زين، عدا هذا انه تخلون بالكتابة معلومات اللي تحتاجونها، يعني انتم شكو معلومات اخذتوها بالبحث، لازم اكو معلومات كافية انه توصل الفكرة. يعني the research could be repeated by others to evaluate results and reproducible، يعني انه هل انه قابل للإعادة، هل انه ممكن انه هاي البيانات هسه هو من يجي ياخذها يقرا الميثودولوجي مالتكم يقول خلينا نجربها تشتغل لو ما تشتغل. يعني احتمال انه انت اعطيت معلومات مو صحيحه فما راح تطلع يمه، فمن يجي ينفذها يلقى النتائج مو صحيحه. فاذا المفروض انت الميثودولوجي تعطي معلومات كافيه حتى يسوي البحث نفسي، واضح؟ يعني مثلا هسه انا اجي اريد اقرا الميثودولوجي مال بحث نقول عن السولار سيلز، اجي البحث قايل لي انه استخدمنا هيك خريطه، الخريطه هاي لل انفيرت، اجي انا يعني باعتبار اني باحث قرات البحث مالتك، جيت اريد اطبقه، طبق ما يشتغل. ليش؟ لانه ما مطين معلومات كامله، تلقى نوبات مثلا فد شيء نقص كذا، هذا يعتبر نقص بالبحث. زين، انه the audience، ثانيا يعني هاي the audience can judge whether the results and conclusions are valid. يعني الاودينس منو؟ الاكزامينرز. نقول انا من اقرا اي بحث هسه مو مالتي، مو مشرف عادي، بس تجيني بحث عادي من اقرا، انا لازم اصير جاج، يعني لازم احكم، لازم انه شو اقول انه هاي النتائج اوكي مو اوكي، والكونكلود استنتاجاتك مضبوطه مقنعه. يعني مثلا هسه احنا دائما من قد الخبره نقول، من نقول دز لنا اي طالب بحث بعد ما مقلبه باول صفحتين ثلاثه تقليبه سريعه اكتشف اخطاء، يعني بدون ما اقراه كامل. يعني شوفون حتى الاساتذه يمكن ما يطول، يعني اذا يريد يقرا البحث مالتك يقلبه على السريع، لانه اول شيء المستوى انت ما منضي القيمه العلميه مالته، وثاني شيء انت مثلا ما حاسب حساب الاودينس، انت حساب احسب حساب الاكزامينرز اللي هم الاساتذه، زين، اللي راح يمتحنوك. هسه نجي على الميثود. الميثود ستارت دايركتلي، يعني شلون تبدا؟ اول شيء البارتيسيبنتس، احنا ما عندنا هسه بارتيسيبنت، اغلبنا عملي، لكن انه مثلا عندنا تاثير ال 5G وال 4G على الناس، او تطورها بالعراق، يمكن اكو شفت هيك بحوث، هذا شيء يحتاج يسال، يروح يعطي شلون استبيانات، سيرفي احنا نسميه. هذا السيرفي من شارك فيه؟ يعني مثلا هذا لازم انه بيتوازن، مثلا انت شو تقول شاركوا طلاب جامعه 40 مثلا، نقول ستودنت بوي ستودنت، زين، و20 نقول ستودنت بوي، و10 مثلا 40 ب10، فش راح يصير؟ نسميها ان ايكوال او ديسكريميشن او كذا، فما تطلع مضبوطه. زين، كبار بالعمر وصغار، لازم انه اطفال نقول 10 سنوات وكو 90 سنه، 80 سنه، 70 سنه، فهذني لازم تسوي توازن. يعني نقول 20 ب20، يعني نوع من العداله تصير، ما تصير انه ديسكريميشن مثل نقول بقيه ال
لحظة بس خلي اسوي الموبايل صامت. اي فهاي الديسكريمينيشن نقول انه يصير بيها تمييز، شلون تمييز عنصري نقول وكذا وهذا. فلازم البارتيسيبنت بالساوي كلهم اختصاص، لو مو اختصاص انت مثلا تروح تسوي استبيان، هذا كلش مهم. زين البارتيسيبنت انه هذول شنو الاعضاء، مثلا نمبر اوف بارتيسيبنت، ايش قد عددهم، السلكشن شلون اختاريتهم، الديموغرافيك، هل انه اكو جندر مثلا، الايج، العمر، هسه شرحت لكم اياها اني، المهنه، الاديوكيشنال ليفل، هم تكتبه شنو مستوى العلمي، يعني واحد يقرا ويكتب السيله تقول له شلون الفايف جي راح ينفع البلد، ما راح يجاوبك، لان بينما انت تجي على الاختصاص يختلف. المختصاص تجي تسال واحد دكتوراه تاريخ تقول له يابا الفايف جي شنو فائدته للبلد؟ وش راح يطول بالبلد؟ هو ما مستخدمه، هو تاريخ او اثار او كذا، ما مهتم للتكنولوجيا الموجوده. فاذا الليفل education ليفل مهم، الايج والجندر يعني هسه تشوفون مثلا الكبار بالعمر تعطيه موبايل ما يعرف يستخدمه، والطفل تعطيه يلعب بكيفه بالبرامج، مو صح؟ فقصدنا هذني الامور كلش مهمه، هذني بالمعلومات بمن اذا انت تسوي استبيان. الماتيريال، الديسكريبشن ماتيريال، يعني انا استخدمت سولار سيلز، السولار سيلز شنو؟ استخدامها كذا كذا، الباتريز استخدمت كذا، استخدمت نوع من الاردوينو. بس دائما اكو اشاره مهمه، اكو ايضا واحد من الطلاب سالني عليها، دائما انطي ديسكرايب ماتيريال وانه انف، يعني بحيث انه توصفها كامل. انا استخدمت ماتلاب، ماتلاب هو عباره عن كب، استخدمت الاردوينو، شرحت الاردوينو هو مايكرو كنترول كذا، ويا شو اقول سي ابندكس، اذا تلاحظون هاي هنا بالاخير سي ابندكس فور كومبليت ليست اوف ذا وورد. احنا هنا هسه اعطيكم هذا المثال، انه يعني بالابندكس شو اخلي اللي ما اقدر اضيفه، يعني مثلا معلومات انا الاردوينو كملته شرحته ربطت وياه فد سنسر معين، السنسر هذا شنو سموك مثل ديتكتر او موشن ديتكتر او مثل واي فاي او جي اس ام، هذني هذا قلت شرحت عنه شوية نص صفحة كافي، هو المثال كلها 3 صفحات 4 ما تقدر اكثر، انت الطريقة اللي استخدمتها شنو هاي. فش اسوي؟ اضيف المعلومات، الخرائط، المدري شنو نقول وين تخليه، خرائط الاصلية مو خرائط الربط، خرائط الاصلية نقول مال الاساسية مالت من مثل داتا شيت مالت الترانزستور مال كل شيء، زين خليها به. زين البروسيجر شنو الطريقة اللي استخدمناها؟ احنا استخدمنا طريقة هسه ربط مباشر اكسبيرمنت، يعني يعني هسه هذا من ربطناه، نقول شو يا طريقة استخدمناها؟ زين غير على كتالوج مثلا exactly مثلا what was done بالضبط، احنا نوصفها شنو الاستادي مالتنا، ديسكرايب انستراكشن شنو الاعازات اللي استخدمناها، بروسيجر لوجيكال سفيشنت مثلا ريدر انه فولوينج انفورميشن. المهم الريدر يريد شنو؟ يفتهمني، يعرف انا ايش سويت، واضح؟ فول انفورميشن. نجي هسه في مثال بسيط، هنا ايش قايلين احنا في السيرفي بارتيسيبنت منو؟ 60 يونيفرسيتي ستودنت، ال 60 طالب جامعي، 30 ميلز و 30 فيميلز، واضح؟ بارتيسيبنت ان ذا ستدي، هاي كورس كريدت مالتهم، سايكولوجي مالتهم 100 كورس بيونيفرسيتي اوف فيكتوريا. هذا شنو البارتيسيبنت، خلصنا من البارتيسيبنت. الماتيريال شو استخدمنا؟ 3 ووردز ليست، الليست هذني شنو الموجوده؟ 3 قوائم اسماء كلمات، هاي الكلمات تحتوي على 20 كلمه يعني 60 كلمه، وموجوده وين؟ سي ابندكس فور كومبليت ليست، حاطينها وين هذني القوائم؟ حاطينها بالابندكس. سوينا تجربه ريتن
اللور كيس، يعني اكتب لي اياها كلها باللور كيس. الطول مالتها رينجت فروم من 4 إلى 8. شرحنا انه الكلمات شنو وصفها من 5 حروف الى 8 كلمات، وكلها مكتوبه بمن باللور كيس، يعني نقول بالسمول لتر نسميها هنا. البروسيجر شنو الطريقه؟ بارتيسيبنت وير تيستد اندفجوالي، ذول البارتيسيبنتس اللي هم ذول اختبرناهم بشكل فردي اندفجوال مو جروب يعني. ان ذا بريزنس اوف اكسبيرمنتال، يعني احنا عرضنا عليهم انه هاي بشكل مباشر فحصناهم شنو القيها، باعتبار انه شنو نريد نشوف السايكولوجي مالتهم، يعني نقول اكو مثل مصطلحات نفسيه انه نشوف رده فعله، مثلا ساد سوي لي ساد، انه انت اثبت لي انه انت حزين، شوف شلون يسوي ونطلع عينه. فهذا اختبار بسيط مثلا اعطيتكم اياها. هسه احنا اكو فد شيء اسمه ريزلت سكشن، نخليه بغير الفيديو احسن لنا.